معنا هاتفيا المشاهدين الكرام من عمان دكتور ثامر العلواني عضو هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بك دكتور ثامر. إذا دكتور مثنى الضاري كشف عن إعادة مشروع تفعيل الميثاق الوطني، ألا يثبت ما حدث في الانتخابات الأخيرة وما بعدها ضرورة هذا المشروع؟ حياكم الله أخي الكريم. وحياك. بداية فإن الانتخابات الأخيرة في العراق عرت العملية السياسية في العراق تماما، وكشفتها على حقيقتها مع أنها تمت وأنشئت برعاية أمريكية إيرانية ولا تزال على ذلك. ومنذ عام 2003 لم يرى العراقيون خيرا من هذه العملية السياسية، فترى العراق في أسوأ حالاته في كل جوانب الحياة، سواء السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية أو الأمنية. وحاولت الأحزاب السياسية التي تسلطت على رقاب العراقيين ومقدرات الشعب العراقي أن تجمل الوجه السياسي القبيح في العراق عن طريق الانتخابات الأخيرة، لكنها في الحقيقة فوجئت بالكم الهائل من التذمر الشعبي من هذه العملية السياسية وحكوماتها، فصدمت من تنامي السخط الشعبي عليها. وأثبتت الانتخابات أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي ناقم على هذه العملية السياسية. لذلك وبعد الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال والعملية السياسية، فإن الضرورة تحتم على أصحاب المشروع الوطني أن يسيروا في تحقيق هذا المشروع، خصوصا أن التأييد الضمني من الشعب العراقي أصبح لهم كونهم استشرفوا هذه الحالة وشخصوها قبل سنوات. يعني وهذا ما جعل الهيئة دكتور ثامر، أفهم من كلامك عذرا أن الساحة العراقية اليوم بعد هذه الانتخابات وما صاحبها أكثر قبولا لصياغة مشروع وطني حقيقي بعيدا عن المحاصصة الطائفية؟ أكيد أخي الكريم، من خلال التذمر الشعبي الكبير على الحكومات وحكومات الاحتلال والعملية السياسية المبنية على الطائفية والمحاصصة وانحدار الأوضاع الإنسانية والحياتية إلى أدنى مستوياتها، والوضع الأمني وعلو الصوت الشعبي باتهام الحكومة والسياسيين بالسرقة والطائفية والتبعية، هذه كلها إشارات ومعطيات بل ودلائل واضحة على أن الساحة العراقية بأمس الحاجة إلى تفعيل المشروع الوطني والمضي في خطوات جادة حقيقية لخلاص العراق والعراقيين مما هم فيه من معاناة فاقت كل التصورات الممكنة. الأمين العام للهيئة أيضا حذر من تمرير هذا الأمر الواقع الذي أعد للعراق سلفا، ما مخاوف الهيئة تجاه ما يحاك للعراق اليوم من مؤامرات؟ طبعا أكد الأمين العام اليوم للهيئة أن المضي في هذه السياسة ذاتها ستقود البلاد إلى أزمات أخرى وكوارث أكبر مما وصل إليه العراق اليوم. فالمخاوف كثيرة على العراق ومحيطه العربي، منها محاولة فرض الواقع المرير على العراقيين وخلق كتلة سياسية موالية لإيران كانت تلبس لباس القتل والتهجير والآن أصبحت تلبس لباس التشريع والسياسة. هذا الواقع الذي تحاول أمريكا وإيران فرضه على العراقيين سيقود البلاد إلى أزمات ومشاكل أخرى لا تحمد عقباها، ولن يقف بوجهها إلا المجتمع العراقي بجميع طوائفه ومكوناته. إذن ما الخطوات العملية الآن التي ستتبع إعلان الأمين العام إعادة تفعيل مشروع الميثاق الوطني؟ طبعا الخطوات كثيرة ومهمة ومن جوانب عديدة، لكنها ستبدأ إن شاء الله بالخطوة الأولى بعد الإعلان هذا، وهي المشاورات المكثفة والحثيثة وتفعيلها بقوة أكبر، خصوصا أن رؤى المناهضين للعملية السياسية ووجهات النظر بينهم متقاربة إلى حد ما مع رؤية الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بالعملية السياسية المبنية على الطائفية والمحاصصة والتبعية. لذلك فالهدف هو تحقيق حقوق العراقيين جميعا وخلق نظام سياسي وطني ينبذ الطائفية والمحاصصة بعيدا كل البعد عن التبعية وفرض الإرادات الخارجية، وجعل العراق بلدا قويا اقتصاديا أمنيا سياسيا يقيم أفضل العلاقات مع دول الجوار وقادر على حماية نفسه من الأخطار والأطماع الدولية والأقليمية في نفس الوقت. شكرا جزيلا لك من عمان دكتور ثامر العلواني عضو هيئة علماء المسلمين في العراق.